هذه نحن عندنا تصور كون لازمنا نخطو الانتخابات في اقرب وقت، راهو كانوا اي مقترحات من هذا الاتجاه وذاك، وهذا اللي قلناه من الاول. من 88 نطلعوا غالطين، ولكن الحقيقه حتى ما طلعناش غالطين، خسرنا شهرين كما توقعنا وقلنا الكلام هذا في جويليه، فماش حتى امكانيه لتوافق على الحكومه بالبساطه اللي قاعدين يخدموا فيها بعض الخيال، وما فماش حتى زاد تصور معناها نحن ينجم يقنعنا كون الحكومه الجديده باش تكون اداها احسن. وإذا فما حكومة معينة عندها وصفة معينة لعدم حصول اغتيالات في المستقبل، الانتخابات نزيهة، الحلول الاقتصاد للاستقرار في الأشهر الجاية، علاش ما يصحوش بها الحكومة من الرأي العام؟ وقت يقع حراجها الحقيقة، مش قادرين نسمعوا في مقترحات في هذا الاتجاه. يعني يظن لي كونوا فما كاين رغبة هكا في الانقلاب على نتيجة الصناديق، ماناش فرحانين راهو بالنتيجة الانتخابات تاع 2011، وكان تعاملوا مع احترام للديمقراطية. حركة النهضة تساعد أحيانا وتعمل تنازلات أحيانا غير مبررة، الحقيقة ماناش معنيين بالتواجد في حركة النهضة، خاصة اليوم اللي عمل تصريح شيخ راشد الغنوشي وقال اللي هو ممكن يتنازل حتى على رئيس الجمهورية إلى آخره. إذا رينا الحقيقة كون مش هذه طريقة لإدارة الدولة، خاصة مع تجربة معينة مع حركة النهضة بدأت باليد المرتعشة منذ مع بداية الحكم، فأكيد ما نجموش نكونوا معها في التوجهات هذه وفي حكومة انتخابات وفي كل المسائل هذه. في المقابل فما مطلب شرعي جدا للمعارضة اللي هو التغييرات فيما يخص بعض الوظائف، هم يقولوا في الوظائف، انا نقول في بعض الوظائف. بالمناسبه اللي ما يعرفوش راهو في الوظيفه العموميه على الاقل فما 2000 تسميه سنويا، ما تنجمش تراجعهم الكل، ولكن الوظائف اللي عندها علاقه بالحق بحياه الاداره او ممكن تاثر معناها في الناخبين الولايات والمعتمدين سواء صحيح ولا غلط، ولكن مادام فما الشبهه هذه بشكل جدي من المفروض كان يحدث تحدث تغييرات في الاسلاك هذه. ومؤسسات الاعلام العمومي، مش حد ما يجي نهار يقول مؤسسات الاعلام العمومي قاعد تخدم في زايد على حساب عمل سواء صحيح ولا غلط، احنا الحقيقه ننتقدوا فيهم ويناديونا من حين لاخر، ولكن ماش ضامنين كل باش يبقاو ديما موحدين مادام اللي عينتهم هي حركه النهضه. فليقع تغييرهم بعد استشاره الهيئه نتاع الاتصال السمعي البصري، هذا سيساهم في التهدئه. غير ذلك يقع سماع كل طرف في المعارضه، نحن مانيش منهم الحقيقه، خاطر مانيش مركزين في المؤسسات الاخرى غير المعتمدين والولات وغير مؤسسات الاعلام العمومي، مانيش مركزين في وظائف اخرى. اللي يجيب دليل كون فما وظيفه معينه صاحبها قاعد يستغل فيها لخدمه طرف سياسي معين، من المفروض كون يقع تغيير حتى من باب بعد شبهات، المهم تكون فما شبهه جديه. هذه في تصوري المهم، ووضع القوانين الضروريه واللي باش نحكي فيه اليوم بالمناسبه في المحاضره اللي تتعلق بضمان زاد الانتخابات واصلاح القضاء. اهم شيء هو كون النص زاد على العداله الانتقاليه وتطمين الناس، اهم شيء هو ابعاد رموز النظام السابق من امكانيه المشاركه في الانتخابات. هذا مطلب المطالب الملحه واللي لازم نرجع فيه، ما نعطيوش عنوان كبير، ما نعطيوش عنوان كبير لانه ماله الا جزء، ولكن الجزء هذا لابد ان يقال كم جزء من الاجزاء اللي ننظروا فيها معناها واللي بالحق معناها لازمنا نهتموا بها. اما كي نقول لك هذا مش معناها مشكلتنا فقط مع النظام السابق، حتى النظام الحالي، حتى اي طرف سياسي او حزبي من المفروض كان نضع له قواعد حتى لا يستغل اي وضعيه معينه باش ينجم يشري اصوات. هذا اكيد للناس.